بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" روى الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله" واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان. ايها الحاضرون والمشاهدون الكرماء، هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الدعائم التي يبنى عليها هذا الدين، الاركان التي يقوم بها بناء الاسلام، الاسس التي لا يصح اسلام احد الا بتحقيقها. وهي جامعه لكل خير في الدنيا والاخره بها يصلح معاش الناس ودنياهم وبها تصلح اخرتهم ويطيب منقلبهم فان هذه الاركان هي عنوان السعاده فالركن الاول شهاده ان لا اله الا الله به يتحقق طيب الجوهر وبه يصلح القلب وبه يطيب الباطن وبه يستقيم ما في فؤادك وما في صدرك فإنه لا سكن للقلوب ولا طمأنينة ولا سرور إلا بتحقيق هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ينطق بها اللسان فيطيب القول فيجتمع طيب الجوهر وطيب الظاهر قولاً ايها الحاضرون والمشاهدون الكرماء وياتي بعد ذلك جمله من الاعمال راسها الصلاه التي هي حق الله تعالى فالصلاه هي اول حقوقه بعد الايمان فانه لا صلح للناس الا باقامه الصلاه والاتيان بها على الوجه الذي يرضى الله تعالى فقال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا فكل الغي والشقاء والبؤس في الدنيا والاخره في ترك الصلاه فمن تركها عمي ومن اضاعها انطفا نور الهدايه في قلبه الصلاه نور ولك من النور بقدر محافظتك واقامتك لهذه الشريعه وهذه العباده ايها الحاضرون والمشاهدون الكرماء وايتاء الزكاه هذا هو الركن الثالث من اركان الاسلام الذي به يصلح ما بينك وبين الناس فان الشريعه جاءت باصلاح ما بينك وبين الله بتوحيده وحسن الصلة به ودوام مناجته واصلاح ما بينك وبين الناس باعمال منها الزكاة وهي راسها فالزكاة هي عنوان صلاح ما بين الانسان وغيره والزكاة حق فرضه الله تعالى على الامم السابقة فرضه الله تعالى في المال فقال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها رفع الله شانها واعلى مكانها فهي قرينه الصلاه في كتاب الله عز وجل فذكر الله سبحانه وتعالى الزكاه في قريب من ثلاثين موضعا وفي سبعه وعشرين موضعا قرنها بالصلاه ولذلك يا ايها الحاضرون قال ابو بكر رضي الله عنه خليفه رسول الله وخير الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه في قوم امتنعوا من اداء الزكاه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي عنوان صلاح ما بينك وبين الناس، حقها أن يعرف مقامها ومكانتها في هذا الدين، فإنها رفيعة المقام، كبيرة الشأن، ولذلك فرضها الله تعالى على الأمم السابقة، فليس ذلك خصا بهذه الأمة، بل الزكاة مفروضة على هذه الأمة وعلى من تقدم من الامم ايها الحاضرون والمشاهدون الكرماء وهي صلاح ايضا للمجتمع وتكافل فيما بينه في سد حاجه المعوزين وقضاء حاجات المحتاجين وقد فرضها الله فرضا بينا واضحا في كتابه وتوعد من تخلف عنها فقال الله عز وجل {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الَّذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ وهذه هي العقوبة في حق كل من منع ما فرض الله تعالى من الزكاة في ماله ثم يأتي بعد ذلك الصوم وهذا رابع أركان الإسلام التي يبنى عليها وهو سر بين العبد والرب به يتربى الإنسان على تمام الإخلاص لله سبحانه وتعالى فالصائم لا يعلم حاله ولا يطلع على شؤونه الا الذي امره به وهو الله عز وجل فلا يطلع عليك الا الله ولذلك يا ايها الحاضرون قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضه في بيان مقدارها ومنزلتها في الحديث الالهي كل عمل ابن ادم له الا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهو له لأنه المطلع عليه العالم بالباعث والمقصود والسر والإعلان وما يخفى وما لا يشاهده الناس يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصوم لي وأنا أجزي به. ولم يقدر الله تعالى له أجرا بل جعل ذلك له فقال الصوم لي وانا اجزي به فجاز اجر الصيام قانون التقدير والحساب فقال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يا ايها الحاضرون والمشاهدون الكرماء وخامس اركان الاسلام وهو الحج ما هو الحج الحج هو قصد بيت الله الحرام طاعه وتعظيما لما عظمه فالحج ليس غرضه ولا قصده بقعه من البقع او تعظيم مكان من الاماكن لا معنى له انما هو تعظيم ما عظمه الله تعالى فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ولذلك يا أيها الحاضرون لما وقف عمر بن الخطاب على الحجر الأسود وقبله فقال رضي الله عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وهذا إشعار بان الاعمال المتعلقه بالحج قد لا يدرك الانسان معناها وحكمتها على وجه التعيين لكنها لحكم مقصوده وعلل واسرار قد يظهرها الله تعالى لعباده ومن خفيت عليه فليس له الا ان يتذكر انه بهذه الافعال يطيع رب العالمين ويعظم ما عظمه قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولذلك قال قال الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا هذه خمس خصال تميز بها هذا المقام وهذا المكان عن سائر بقاع الدنيا بعد ذلك قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطعت اليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. هذه هي اركان الاسلام الذي به يصلح حال الانسان، من اضاعها كان لما سواها من الشرائع اضيع. ومن اقامها واجتهد في احسانها والاتيان بها على الوجه الذي امر الله تعالى كان ذلك عونا له على اصلاح ما بقي اسال الله العظيم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون الحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اخير الكلام والسلام عليكم